هاي جايز، بما ان احنا في فتره اول اسبوعين في الدراسه فقررت ان انا اعمل فيديو يوم في حياه طالب ستيم. ان شاء الله الفيديو ده هيكون الفيديو يعني من اليوم من اوله لاخره، سواء كان فطار او غدا او عشاء او يوم دراسي او طريقه مذاكره او كده. يعني ان شاء الله الفيديو ده هيكون فيه كل حاجه. صحيت حوالي الساعه 6:30 الصبح، بقى لبست يونيفورم المدرسه وخدت اللاب، ودلوقتي بقى هنزل للفطار. وزي ما انتم شايفين المطعم كان فاضي خالص عشان كنا صاحيين بدري فما كانش فيه ناس، وده بقى المكان اللي احنا بناخد من عنده الفطار. وده بقى كده كان الفطار. دلوقتي بقى خلصت الفطار وهطلع بقى للمدرسه عشان خاطر الطابور واليوم الدراسي. دلوقتي بقى خلصت الفطار وطلعت من باب السكن، استنينا شويه بقى قبل ما كلنا كملنا يعني والطابور بدا، ودلوقتي بقى هنروح للسيشنز بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده بنبقى قاعدين على هيئه جروب، وبيبقى فيه بورد عاديه وبيبقى فيه برده سمارت بورد للبرزنتيشنز اللي بنعملها. النهارده بقى كان عندنا سيشن للارت، فانا حبيت ان انا اصور ارت روم. دول بقى كلهم رسومات للطلبه رسموها، وبعد بقى ما بنرسمها بنعلقها على الحيطه. وده كان اكتيفيتي شبه العروسه دي كده، كان اكتيفيتي بالورق. بعد بقى ما كل واحد بقى بيرسم بتتعلق بقى على الحيطه دي، كلنا بنعلق الرسومات على الحيطه. اما بقى بالنسبه للمجسم اللي هناك ده برضو كان جزء من الاكتيفيتي، وده كان اكتيفيتي بتاع اليوم اللي احنا فيه ده. بعد اول 2 سيشنز خدنا البريك، بعد كده بقى اتمشينا شويه في المدرسه ورجعنا بقى لبقيه اليوم الدراسي. وده كان جزء من سيشن الميكانيكس، نزلنا تحت الميكانيكس لاب. طبعا ما صورتش كل السيشنز يعني، ده بقى كان اخر سيشن عندنا مكان روحنا. بعد كده بقى خلصنا اليوم الدراسي، ودلوقتي دخلنا من بوابه السكن بتاعتنا عشان المفروض دلوقتي ميعاد الغدا بعد اليوم الدراسي على طول. وده كده كان جزء من السكن بتاعنا. وبكده يكون الفيديو خلاص، متنسوش تعملولي لايك وشير. باي.